أغرب حاكم عربي، حرم أكل الملوخية، سجن النساء بالبيوت، أجبر الناس تشتغل بالليل وتنام بالنهار، ألغى صلاة العيد والتراويح، وقال لك من اليوم ما في إله. أنا الإله. مين هذا الحاكم؟ شو قصته؟ وليش حرم أكل الملوخية والجرجير؟ المكان مصر، الزمان قبل أكثر من 1000 سنة. الحدث بينولد طفل اسمه المنصور بن العزيز بالله أبو علي، ولقب الحاكم بأمر الله، سادس الخلفاء الفاطميين. بيستلم الخلافة بعد وفاة والده وهو بعمر 11 سنة فقط. الخلافة الفاطمية بوقتها كانت تمتد بكل دول المغرب ومصر والشام والحجاز وجنوب العراق وأجزاء من اليمن، فكان لازم يتعين وصي على الخليفة الصغير بالسن. هذا الوصي كان اسمه برجوان، اللي سيطر على الحكم تماما وتنافس مع قائد الجيش ابن عمار على قيادة الدولة. أخت الحاكم بأمر الله ست الملك، واللي كانت أكبر منه بالعمر، قررت تتخلص من برجوان وابن عمار، وفعلا تم تصفيتهم وقتل كل التابعين إلهم. كبر الحاكم بأمر الله وسيطر على الحكم تماما، وبلش الحاكم بأمر الله يصدر قرارات غريبة عجيبة. حرم أكلة الملوخية لأنه معاوية بن أبي سفيان كان بيحبها، وحرم أكلة الجرجير بس لأنه السيدة عائشة كانت تاكلها. وللي ما بيعرف، الفاطميين كانوا يتبعوا للمذهب الإسماعيلي اللي هو منشق من الطائفة الشيعية. أما أغرب قرار أصدره الحاكم بأمر الله هو منع النساء من الخروج من البيوت بتاتاً، وألغى صناعة الأحذية للنساء، أجبر الناس يشتغلوا بالليل ويناموا بالنهار، وفرض على المسيحيين يحطوا صليب خشبي على صدورهم، أما اليهود فبيحطوا عجل من خشب. ألغى الحاكم بأمر الله صلاة العيد وصلاة التراويح وهدم كنيسة القيامة، بعدين رجع غير رأيه وأمر ببنائها مرة تانية. وطبعا مع كل هالقرارات العجيبة كان الحاكم بأمر الله رجل دموي، إيده والسيف، ويقال بأنه قتل أكثر من 18,000 شخص. لهون حتقلي والله عادي الحاكم بأمر الله، بيشبه كتير حكام موجودين بعصرنا الحالي. استنى شوي صديقي ولا تستعجل. ذات يوم ربيعي دافئ، فاق الحاكم بأمر الله وبتشجيع من شخصين، واحد اسمه محمد ابن اسماعيل الدرزي والتاني حمزة الزوزني. وعلى فكرة هدول الشخصين هنن اللي أسسوا المذهب الدرزي، نحكي عنهم بعدين. المهم قرر الحاكم ينصب نفسه إله على المسلمين، وغير اسمه من الحاكم بأمر الله للحاكم بأمره. وطبعا الناس من الخوف صدقوه أو عملوا حالهم مصدقين، وبلشوا يركعوا للزلمة وبس يشوفوه يقولوا يا واحد يا أحد يا محيي يا مميت. وكان عند الحاكم بأمر الله عادي غريبة جدا، وهي أنه يطلع كل يوم على ظهر حماره ويروح يعتزل بجبل بالمقطم يتأمل ملكوت الله. وبيوم من الأيام راح الحاكم بس ما رجع، وتضاربت الروايات واختلفت لحد اليوم عن سبب اختفائه. السنة والأقباط بمصر بيقولوا أنه أخته ست الملك قتلته بعد ما طغى وتجبر. الدروز والإسماعيلية بيقولوا تجلى واختفى، ويعتبر الحاكم بأمر الله عند الدروز هو المهدي المنتظر. بيضل أبو علي الحاكم بأمر الله من أكثر الشخصيات الغامضة بالتاريخ العربي، شخصية بتحتاج ساعات وساعات لنقدر نحكي عنها. شاركوني تعليقاتكم واكتبوا تحت أي معلومات بتعرفوها عن أبو علي ما ذكرناها، واشتركوا بالصفحة لسه الشلب أوله.